كانت في لجنة التحكيم وكانت معايا ملكة جمال شروق اليوم، وكان الاختيار ديال يعني فاش كنا حنا في اللجنة كان الاختيار على صواب، وكل واحد زعما كل واحد والشكل ديالو، كل واحد حقه في الزين ماشي ضروري على الزين، اعتمدنا على زعما على الزين، اعتمدنا على طريقة الهضرة ديالهم، طريقة المشي، كيفاش كيوقفوا، النظرة ديالهم، كيفاش كيشوفوا الوقفة، ماشي ضروري باش تكون سيدة زوينة باش نختاروها باش تكون موديل. خاص ملي لو مانكان ديفيل خاص يبان يكون عنده اون سيغتان بريستونس، حنايا سو باس با فورسيمون على هذاك الشيء ديال الطوله ولا الغلد ولا لا بوتي فيزيك، سي فريمون في لو روغار في لا بريستونس ديالو. لا بلوبار دي كانديدا اللي اختارينا عندهم هاد لا بريستونس صراحه. كتبان ملي شي واحد ا بلوس ديكسبيريونس كو لوتر في لو ستريس، سي لا سول ديفيرونس لي لقيت، باسكو لا بوتي كتبقى لا بوتي كلشي زين، ولكن لي سي با سا بروميير فوا كيدخل بواحد اون سيرتين كونفيونس ان سوا، سي لا سول ديفيرونس لي كتكون بيناتهم. المشاركه عندي وكانت مره زوينه، يعني ما كانش ديك الحيازيه ديال بنات ديال في اللجنه التحكيم، وداك الشيء اللي تعزل راه عن جداره واستحقاق ما تختاريش، ولكن عادي مازال عندنا واحد المسابقه اخرى ديال ديفا ماروك، غتكون بالنسبه للبنات، الدراري غيكون عندهم سفير الموضه. هذيك ديفا ماروك غتكون فيها تصويت ديال الجمهور، يعني غادي كل واحد الجمهور ديالها اللي غيصوت عليها. الا كانت عندكم شي حاجه زعما شي هدف قدامكم تبعوه، واخا ما شنو يكون قدامكم خاصكم توصلوا لي وصافي. عندي هدف ديالي ديال عارضه ازياء وغنبقى نخدم عليه ان شاء الله حتى نوصل. ضروري راه دايره ادب انجليزي ودابا متبعها. اول مره في نسال في الكاستينغ ديال الموضه، كانت ان بون اكسبيريونس خديتها معايا انا، وكنت منها ان شاء الله انني نعاودها، ومازال غادي نعاودها حتى نولي مود ولا ميس ديال الفاشن ان شاء الله. وي ما حالفنيش لحد ما ربحت، ماشي مشكل، هذه ماشي اخر الدنيا، هذه غير فرصه ليا وفرصه لكونديدا كاملين لي زامي ديالي. انا كنبغي نقول لهم حد موفق كاملين اللي دازوا وحتى اللي ما دازوش، كل واحد عنده حلم ديالو يبقى معاه حتى يحقه وما ييأس، لانك انت لان الفكره ديالك انت اللي غادي تقدر توصلك في اي حاجه بغيتيها، لان الفكره كتبخ القدر ديالك. جيت نشارك عرض ازياء ولكن مشان نقول لك تخصينا بحال لك تقول لها هي تراسي سميتها المسابقه الجايه لها تكون فيسبوك، فهمتي؟ كتبقى على كيبقى داكشي على الجمهور، الجمهور هو اللي عليه كلشي، فهمتي؟ ضروري بغات الجمهور يصوت و يلقاوه في لاباج ديال الفيسبوك. زوين داكشي مستوى، داكشي مزيان، داز مزيان، ما حالفنيش لحد ولكن يحالفني ان شاء الله في المسابقه الجايه. ضروري شي واحد كان عنده شي حاجه خاصو يبقى تابعها، الطموح ديالو فهمتي، واحد ولا يقلب على راسه فهمتي، خاصو ضروري يشوف هو شنو باغي، الحاجه اللي مرشح لها خاصو يدير، فهمتي ولا لا؟ كيعجبني هذا المجال وكنتمنى التوفيق للجميع. كنت من الاوائل اللي تختاروا في كاستين ديوان اللي غادي يكون
الحفل ديال ديوان فاشن في الشهر الجاي. كانت مشاركة زوينة بزاف، كانوا بزاف ديال لي كونديدا اللي زوينين بزاف، وانا فرحانة حيت تختاريت انا الاولى، وكنتمنى زعما مسيرة موفقة لجميع لي كونديدا اللي تختاروا معايا. انا طالبة ديال شعبة الدراسات العربية، يمكن لنا نوفقوا ما بين القراية وما بين الهوايات اللي كنمارسوها واللي كيعجبونا. كنبغي بزاف، وخصوصا هو الشغف ديالي. انا في الاول كانت عندي موهبة وقررت نشارك، وبانت لي ديوان فاشن، دوزت واحد الكاستينغ وتقبلت الحمد لله، ومازال كاين فيستيفال في شهر 12 ان شاء الله، غنشارك ان شاء الله. وما نساوش الدراسه طبيعي الحال، كنقرا وكندير هكا وهكا. انا اس في تي باكالوريا، صراحه كنديرو كهوايه، كعارض ازياء كهوايه صراحه، وعلاش لا، كاينين طموح وكنفكر نمشي بعيد، خاصه الفرص وكاينين نوصل للعالم، علاش لا. فرحان بزاف بزاف، وكنت من المحظوظين اللي دازوا من العشرة الاولين. جيت من اكادير باش نشارك في كاستينغ ديال في نفس قاله في كازابلانكا، اللي غادي يكون على ود ديوان فاشن، واحد ديفيلي اللي غيدار في اوتيل الفرح في 21 ديسمبر. كانوا بزاف تاع المشاركين، داكشي اللي خلانا نتقلع واحد شويه واش غنتقبل واش ما غاديش نتقبل. الحمد لله تقبلت، وحده من المشاركين اللي ان شاء الله غادي نشاركوا في الديفيلي. كنتمنى نكون واحدة من عارضات الأزياء المشهورين، ماشي غير في المغرب، في المغرب وعالميا، ونمثل المغرب إن شاء الله. لا، أنا باي ذا واي طالبة في كلية طب الأسنان، وكنقدر نجمع بين القراية ديالي وعرض ومجال تاع عرض الأزياء. لا، إلا كنتي قادر تيكيليبغي بيناتهم بزوج ما غاديش يبعدك بيان سيغ. هو صراحه ديما ملي كيكون شي كاستينغ، هي الا كنعرف شي كاستينغ ولا انا الا عرفت شي كاستينغ، كنصيفطو بابا ميساج راه كاين كاستينغ ولا كاين هكذا وكذا. المهم انا بنت لي لانونس ديال الديوان، صافي صيفطت لها ميساج، قلت لها راه كاين اش كاين صافي، قالت لي واخا نتلاقاو نهار الكاستينغ، صافي وجينا تلاقينا وجاب الله التيسير. الحمد لله دخلنا بواحد الخلعه، بواحد ايماجيني معايا واحد الرعب داخل فينا، كنقولوا صافي ما غنتقبلوش، يعني ناقصين داك، ما عندناش الثقه في النفس 100%، كنقولوا ما غاديش نربحوا، ما غاديش نديروا، ما غاديش نكونوا. وانما فاش دخلنا قالوا علاء الدين هو الاول، وفرحت ليه بحال ربحت انا. والمره الثانيه قالوا لي دو سوغ، كاينه غير انا واختي لي لي سوغ تما. ملي اون فوا قالوا لي دو سوغ عرفناهم راه. فاش قالوا لي دو سوغ فرحت بواحد الفرحه عاوتاني، وفرحت. وعلاء قال لي مبروك، وبقينا كنباركوا الناس اللي ربحوا، وبقاو فينا حتى الناس اللي ما ربحوش، ولكن الحمد لله كاينين مساعدات اخرين للناس اللي ما ربحوش. ماشي مشكل، ماشي الا ما تقبلوش، يعني راه ما عندهمش لي كومبيتونس ولا شي حاجه بحال هكا، راه غير يقدروا دوك هاد لي ستيليست يقدروا يقدموا في حاجه اخرى ويكونوا احسن منا، كون حنا تربحنا، حنا ربحنا غير على حسب هاد لي ستيليست شنو بغاو. ان شاء الله قرايتنا كنوفقوا ما بين القرايه، وانا بعدا بيرسونيلمون كنوفق ما بين القرايه وما بين هاد الشيء ديال الدومين ديال المانكا المستوى الدراسي الباك دوزيام باكالوري. كنقول لماما باغا نكبر، باغا نولي موديل، باغا نولي فاشن، بغيت ندير شي حاجه في حياتي اللي انا باغاها. يعني فاش كتمشي في واحد المسيره اللي انت عاجبك كتكملي فيها وكتعطيها باكمل وجه. كي قلت لماما بغيت نكمل قالت لي الله يسهل عليك وانا ما نزيدك غير الخير. انا لا ميم شوز، سميتو من صغري وكنشوف دوك لي ستار كيتصوروا تصاوب بروفيسيونيل، كان من صغري وانا كيعجبني هذا الدومين، وملي كبرت صافي قلت بوكوا با انا نتونتي شونس ديالي باقي صغير. المهم بعدا من ضروري شديت داك العام مون باك، ودابا كنقرا في اون ايكول ديال لوجيستيك. اول حاجه نشكر ماما ونشكر اختي اللي مسانديني، اكثر ناس مسانديني، وبغيت نقول لهذوك اللي ما ربحوش بالتوفيق في حاجه اخرى ان شاء الله، وفي محسن من هذا الشيء، ومسيره موفقه. انا كنشكر اول حاجه مي بارون وكاع عائلتي حيت هما مسانديني، وكنشكر الديوان اللي عطاتنا هاد الفرصه، وشكرا. كنبغي نشكرها بزاف لان ساندتني، وفين ما كنفشل كنقول صافي ما بقيتش، حيت كديري ضروري بزاف د المحاولات وكتفشلي، وبما اني انا فشلت شحال من حاجه كتساندني كتقولي لا كملي عاودي ديري ديك الحاجه باش تكملي فيها، والحمد لله تا ماما فحال هكاك. انا شاركت شي باغازار،
انا ما كنتش عواله باللي نشارك، ما اختي قالت لي علاش ما تشاركيش، حتى انا كيعجبني هذا الدومين ولكن ما كانتش عندي الجراه ندخل، وتم اختياري لحسن الحظ. علاش لا، كنتمنى حيت فريمون كيعجبني هذا الدومين، وعمرها ما كانت عندي الشجاعه. انا كنساند اختي واختي كتساندني، يعني توتو دوا كنعاونوا بعضياتنا، وحده كتساند الاخرى.